السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد كالعادة. بهذا الجو وباع المشبت شلون من أنا سبحان الله بدأ هالسانه. هاي هسه وين شفته؟ ها باع شلون هذا منا بايد أو مو بايد، وإنما معكوف خشبة صايرة عليه ما أعرف شنو. خلي أشوفها ما بيفتحها. لا الحمد لله بس هيك ماي معوج. هذا اخواني راد لإدامة، هذا المشبت يراد لإدامة، لان هذا تعرفونه يعني مو قوي. يعني هسه هذا كم سنه صار لي هوايه تقريبا فوق ال5 سنوات، هو لونه مغلون لحد الان محافظ على لونه زين متماسك وقوي. ليش؟ لان بي مربعات محافظات عليه، بس اذا تفوت منه شجره فتشي ينمو عليه لا راح يطق. هو عندي صارت هواي جوا وخليت له تور وعالجته بيها. كنا المي على ذني شلون بقى، هاي لازم نغرقها. هاي صار فترة طويلة يعني ما معتنين بهذا الجانب، خاصة هاي الحديقة اللي برا الزغيرة. يعني بقى هاي صاير بيها، هاي نبات البخور، هاي من النباتات اللي يعني بعدها مقاومة، هي ما ميتة. ان شاء الله بس اقلمها منها، هسه اقلمها هذه تصل اغصان اليابسة من يمها حتى تبدي تنمو. باع هذا النارنج، هذا طبعا مو اذب بذور هنا يطلع واحدة. هذا الكوخ باعه الاخوان كلش حلو. البناديز منا دعمته بدعامات، هذا هيجي يعني هم جمالية وهم انا للفنجز الناعمين نبيه. هذا كلش مناسب، حتى سويت الفتحة كبيرة بعد وراحتهم. صل على محمد وآل محمد. طبعا اخوان صار فترة طويلة يعني هيجي والله حتى تفوت علي ايام ما داخل لهم. هذا خيار، هذا شاي وخبز. شوف اخوان البساطة بكل شيء، يعني حتى بالمشاهدات اكو بساطة. ليش؟ شوفوا هسه احنا اكلنا بسيط، تربيتنا بطريقة بسيطة، والمشاهدات واللايكات هم بسيطة. ارخص وجبة اكل باعوا. هذا شاي وخبز، يعني هذا يمكن يموتون عليه. هذا كلش يحبونه لان هذا خبز بطراوة مات شاي وبي طعم ثاني. انا بالصدفة طبعا بالصدفة اكتشفت هاي الاكلة يحبوها. كنت هنا داخل فظل شاي زايد وخبز وهذا، فخليته خبطته شي على شي وطيته لهم. شو ناموا علي نوم ماكو ابد. خطيه طلعوا يحبون هاي الاكله، بينما اعطي هذا المنقوع الخبز بالمي ما ياكلونه، مو مثل هاي الرغبه ما ياكلونه، بس مو هيك رغبه مثل هذا الشاي وخبز. هواي اشوف يعني تعليقات من بعض الاخوه، سوي لنا شي جديد، سوى حركه جديده بالمحميه، سوي لك فد قاطع، سوي لك ابني فد شيء جديد. يعني يردون تغيير بالمحمية مثلا على سبيل المثال، على مود شنو حتى على اساس المشاهدات تصعد. اروح هذا وارجع لكم. الغاية من التغييرات الجديدة اللي يضيفوها بعض الاخوة هذا، لان المشاهدين يطلبون منهم فد حركة جديدة، فد شيء جديد يضيفون للمحمية. هواية انسئل على هذا الموضوع، يعني يردون شيء جديد رتم واحد. ليش فيديوهاتك رتم واحد؟
يعني هي نفس المحمية وبقت نفس المحمية إلى حد ما تنتهي، ما أعرف وين، إلى حد لا نهاية إن شاء الله. فما أعرف أنا سويتها، بعدين صفنت الموضوع، شفتها يعني مقارنة ببعض المحميات اللي بعض الأخوة عندهم، يعني أكو بيهم يفلش ويبني من جديد، مثلا على سبيل المثال إحنا ما نأخذها على يبني من جديد. أنا جبتها من الأخير إخوان، أنا جبتها من الأخير، يعني ضبطت أمور من البداية، من البداية اشتغلت صح، تخطيطه صح، على أساس أنا بالبداية سويها نص بعدين يعني ما خليت باعتبار المشاهدات تريد شيء جديد وتريد عمل وتريد إضافة وتريد كذا، لا اشتغل الشغل واحد. حديد مساحة الحديقة كلها استغليتها، ما ظل يومية باكر، وخططت صح وبنيت المحمية صح. ان شاء الله بالجديد، بالمحمية الجديدة اللي شفتوها قبل ايام، نفس الوضعية، بس راح اسويها على شكل اجزاء، يعني الجزء الاول الجزء الثاني، لان تعرفون بناء المحمية مو هين، يعني ما يكمل بفيديو واحد، انا اقدر اسوي كله بفيديو واحد واسرع العمل واسرع هذا، بس اجزاء افضل، يعني حتى تكون التفاصيل شبه المملة واكثر قدر من المتابعين يقدرون يستفادون من يمها. زين هسه انا عندي بعض الريتش، شوفوها شلون ظلمه، شفتوها ذيكه، بما انه الجو تغير هسه، بدا يتغير، بدا نسبيا تقريبا 20% 10% بدا هواء، وبدا بالليل الجو شويه يبرد، فافضل من ذيك الايام مهما يكون يعني. فلازم اقص ذاك، اقلم ذيك الشجره هاي المتسلق حتى يدخل الضوء، كميه الضوء اللي تدخل. انا نطلع من برا حتى اشوفكم اياها شنو اللي راح نسويه هسه، افضل من الداخل حتى توضح الفكره كامله. سمان دائما يجي هنا يم الباب، ايش عنده ما ادري، لحد الان ما جايب له وياه مجموعه، فان شاء الله راح اجيب له بعد ويا فد خمسه هيك اذبهم هنا بالحديقه. والله لو لك فك البلبل هسه جاي تبني بعشه هنا الا ينتقم من يمك، باش يسوي هذا؟ يعني هاي الحركه باع هسه اخوانها. شفت هذا البنجز يتردد هنا، يتردد على هذا المكان، فتولدت عندي فكرة أسوي الأعشاش هنا بداخل هاي الستارة اللي هنا حتى تحميهم من أمطار الشتاء. فجزيل الشكر لهذا البنجز، هو نفية، يمكن نفية إيه. فإن شاء الله هنا أنا راح أبني الأعشاش الجديدة وبالحافات بكل مكان، بس أكبر قدر راح يصير هنا فضل لهذا البنجز الهاي هسه، هو يعني هيك يطفل، ما اعرف يبني عشه، والله ما اعرف. هاي صف الاكاسيا، هاي المنطقه باعوها شلون مكتظه بالنموات اللي ما لها داعي يعني، بس هذا بسبب الاهمال باع اخوان، باع الكميه شلون ساده هاي الصفحه كلها. ليش عندي هناك ذاك النبات اللي كلش احبه، اما انزلها لازم واطلع من يمها. شوف حتى عابر على هاي الاكاسيا، عابر عليها المتسلق هذا، يعني نومها نوم، دافنها دفن. زين ذيك الايام شمس، فهاي كانت تفيدني، هسه منه هيك بعد الجو تغير تقريبا، فلازم انظفها كذا. طبعا جو كمية تراب وكمية وصاخة مو طبيعية، فراح اقص واخليه يتيبس، اقص واخليه يتيبس اول باول. هذا اخوان شوفوا، يعني هسه انا من ابدي اقص، لان ايش عندي؟ عندي نبات النسرين ما اريد اخسره، فانا احاول اقص بس هذا المتسلق، شوفوا اول باول اقص بيه. اكو نموات يعني ما حاجة، ماكو داعي هلقد كمية الخضار وهلقد. شوف هسه هذا وين صاعد، واو هذا وين صاعد،
صاعد على هاي النباتات، على النسرين بعتراب، فاني لو رأشه أفضل يكون، يمكن لو رأشه يكون أفضل حتى ما ينفض تراب، ينفض تراب عليه يقوم هذا. المقص هذا خربوه مال بيت طبعا. حتى هاي فرشة البطل، هاي شوفوها، هاي فرشة البطل نبات كلش حلو باعوها، هسه احنا حاجقيها هنا حتى لا توقع، ما نقدر نشدها، ما وين نربطها، نربطها بالسين باع صاير، باع صاير جوا ما اقدر اربطها بالسين. حتى هاي البطالة سويناها تتذكرون، هاي مال ورد الصباح، هاي الفكرة كلش حلوة ونجحت عندي سابقا. ليش؟ لان كانت تدخل كمية ضوء هنا، شمس هنا كانت تدخل، هسه بسبب هذا المتسلق الطاغي ما اقدر كل شيء اسوي، با 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 با. فانا اقصه من انا اول باول يكون افضل، هو راح يتيبس يعني، مجرد شك عود طالع عن قصه. هسه من هنا زين تقريبا، بس هذا بعد هذا وهذا اخوه ذني، ايش ما اقص بيه والله قلبه ولا يوجعني على هذا النبات، كل شيء ولا النبات عنداني زين، بس هسه بهذا لا، هذا يعني والله علاج. هي شوف اخوان، ترى اكو مبدا يقول لك ما تعمر الا بعد الخراب، فاحنا نخربها حتى تعمر بعدين. شوفوا هذا النبات، باع هذا 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 نبات النسرين يخبل زين، بي بالربيع وبالخريف يطلع ورد، بس بسبب هنا اكتظت علي، نامت علي هاي المتسلقة، قام كل شيء ماكو، بس نموات. احنا جاينا الشتاء منا وهيجي، فاحتاج قطرة الضوء، احتاج الضوء بشكل مو طبيعي. هذا كله راح نقصه هسه، بس انا مو مال تصوير، لان شو التصوير ما ترام ايد وحدة والثانية بيها مقاص وبيها، شوفوا اخوان هذا كله راح ينشال، يعني هذا كل شيء ما راح اخلي من يمه. سوينا كم محمية هنا، باع هسه كم محمية، ماكو محمية متغطية، هذا بش بالصيف كلش فادني يعني، واحنا بعدنا بالصيف كلش فادني، بس هسه كنا اسمات هواء يعني بالليل، خاصة الصبحية بالليل كلش هواء حلو. هذا من نخليها مفتوحة يكون افضل. هذا اذية صراحة، اذية. وانا بهذا راح نعالجها، بهذا راح نعالج هاي، لأن لو ما هذا ما تتعالج، فنخلص من يمها أحسن.